رغم ان الشهير مطارد بصري راح لحج عبد النبي عنده اولاد 3 معتقلين واعطاه 500 دينار قال له روح طلع اولادك، ولكن حج عبد النبي رفض حج عبد النبي. شوف بما انه مطارد بنفس اليوم من قبل النظام ولا زال مستمر في الثوره حتى مساندته الى اخوانه المعتقلين، فله كل الشكر والتحيه. الله يرحمه، نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى.